هلو ناديا، هاي غريس، كيفك؟ شو اخبارك؟ ام سو هابي حبيبه قلبي. انا كمان كثير والله. وانا قد ايه انت فخوره انك خلقت امراه؟ كثير غريس. لا عن جد والله العظيم، انا على فكره مؤمنه بشغله غريس، ما بعرف اذا انت بتوافقين الراي. احنا بعالمنا العربي مزبوط يعني هيمنه ذكوريه وكذا، بس احنا مش مستضعفين، احنا مش كائنات مستضعفه، احنا كائنات قويه. اكيد وقوتنا بتبين اكثر لانه احنا بمجتمع ذكوري، فلما تلاقي ست قويه باي مجال من المجالات تقولي اوف هيها، فنبرز بطريقه مختلفه. انا سعيده وفخوره بانه انا امراه. هل انت ناديا عن جد امراه قويه او بتدعي القوه؟ شوي بدعي شوي. اي متى؟ انا جريس كتير ببكي بيني وبين حالي. ليه بكي؟ ضعف بحسه هيك؟ لا بعرف، بس انا بحسه هيك. تخيلي يعني انا ببكي كتير قبل ما انام. تعرفي لما هيك تكوني نايمه وتصفن هيك بالسقف؟ وما بعرف ليش بس تدعي الحزن، يعني بدل ما انت حزينه. مش حزينه بس مش بالسعاده اللي بيشوفوني فيها الناس. عرفتي؟ وانا كتير مؤمنه بفكره انه اللي بيخلق للناس سعاده هو شخص مرق بكتير اشياء، تفاصيل بحياته كانت فيها تروما يمكن، فبيطلع سعاده هو بتمنى انه يعيشها. ما بعرف ليش الشخص فينا يعني احنا لحظات السعاده. هلا اساليني مثلا شو وقت لحظه سعاده عشتيها؟ ما بتذكرها. قولي لي لحظات حزن، بعدد لك مليون. البني ادم هيك بطبيعته، ما منقدر السعاده لما تكون موجوده. حتى لما نضحك سنقول الله يكفينا شر هالضحك، ليه؟ الله يسترنا شو جاي بعدين. بتخيلي هي طبيعه بشريه، عرفتي؟ لانه منخاف نكون مبسوطين، لانه صح انا بخاف اكون مبسوطه، المجتمع تبعنا هيك كبتنا. ما خاف المجتمع. تعرفي شو جريز؟ انا الخوف، علاقتي بالخوف علاقه إلها تاريخ. والخوف بحسه بحكي معي مرات، بيقول لي نادية أنا إذا أنا مش موجود أنت ما بتنجحي، إذا أنا مش موجود أنت ما بتحبي، إذا أنا مش موجود أنت مش نادية. يعني أنت بتاخدي قوتك من ضعفك؟ باخد قوتي من خوفي. أنا إذا بدي أنصح إشي عن جد وحياة الله جريس out of experience لكل الأشخاص، ما بدي أحكي الصبايا بس لكل الأشخاص اللي بدمرك خوفك، بعدين يعني شو رح يصير؟ انت قولي شو هيك دائما تفكري بأسوأ سيناريو رح يصير معك بحياتك، شو رح يصير؟ طب انت قولي لي كيف دمرك خوفي؟ دمرني، رح حرمني من كتير لحظات سعاده كان المفروض اعيشها، حط حياتي on hold. طب خبرينا عن الخوف، هو خوف من شو كان عندي؟ خوف من كل إشي، خوف من المستقبل، من بكره. يعني هو خوف طالع out of nothing يعني؟ اكيد لا. او من تروما معينه؟ لا مش تروما هي، بس انا من طفولتي وانا كنت دائما احس انا عايشه بنظريه المؤامره. كنت انه اول شيء ما كنت حلوه ابدا. كيف يعني ما كنت حلوه؟ ما كنت انت كنت تشوفي حالك مش حلوه او انت ما مقتنعه كنت يعني انت شايفه حالك مش حلوه؟ لا ما كنت حلوه. لا بعدك بس أدنى. عم نحكي جد هلا عم لا اذا بقول لك جريس اقول لك موقف صار معي مره قولي. اسمع اقول لك ليش ما كنت احس حالي حلوه جد يعني. لا بس انت ما كنت تحسي حالك حلوه او حدا قال لك انت مش حلوه؟ ما كان حدا يقول لي اني حلوه عشان هيك ما كنت احس حالي حلوه. عرفتي؟ اسمعي كان شعري قصير بوي كات يعني، و for some reason كنت أمشطه من تحت لفوق. أمسك المشط هيك أعمل أوكي. حواجبي هيك عراض عادية يعني سكيني هيك. فهذا الإشي شو ولد فيه إشي لطيف؟ أشتغل على شخصيتي ودراستي، صرت كتير أدرس أتميز، فعلا تميزت كتير كتير كتير، وكنت الأولى على المدرسة وهيك ويطلعوا. أنا مرة جبت معدل 100 من 100. فمرة رحت ماما أخذتني عند صالون هيك عمل لي شعري كاري مرور كاري ودد طلعت حالي بالمراية إنه أو ناتي شو حلوة. استني شو صار هلا. أنا إخواتي حبايبي من زمان حلوين كتير، في عندنا بنت جيران كمان حلوة كانت، فكنت طالعة أنا وأختي وبنت جيراننا نشتري أغراض للمدرسة فماشيين. فمرق واحد شو بيقول؟
الثلاثة أحلى من بعض. كسر لك العقد. رجعت على البيت وحياة الله. تعرفي أنت نادي that you're in love تسامع وجهك إنه هو قال هيك لأنه هو شاف هيك. أنا ما شفت وجهه. فرجعت على البيت إنه I am pretty. هيك إن أول مرة حدا بقلك حلوة. Yes. أي متى بلشت تحس إنه ليك أنا وين صرت؟ لما بلشتك أنجز بالميديا وكذا ومن الجامعة صراحة صرت أحس إنه والله طلع منك ندوشة. بس نادية أنت كتير كتير عندك العالم شو حكينك وشو حبوك وشو ما حبوك كتير. برافو عليك. أهلي أبوي وأمي بالتحديد. جريس هلأ بس ندخل وبعدك وبعدي هلأ بس يعني موضوع الإثبات بس ندخل على محل مثلا بعمان على مطعم وهيك تعرف الناس كلهم ندوش وأم زيت وكذا وهيك طلع بابا شايف شايف you see me now. هلأ أبوي مثلاً أنا لولا أبوي وأمي أنا ما وصلت لهون. ليه؟ لأنه أنا بلشت بال 2006 جريس. 2006 ما عنا منابر إعلامية كتير أصلاً بالنسبة لنا كانت الإعلامية عنا إعلاميين طبعاً مخضرمين رائعين بالأردن بس أنا قصدي بشكل الإعلام اللي أنا بقدمه كانت شوي غريبة. أنا درست على أيدي لبنانيين موجودين معي لليوم ألاكسي وإلي يعني هم اللي قالوا لي نادية أطلق العنان لعفويتك مش بالضرورة إنك تكوني أنت قدام الكاميرا احكي بس طبعاً راعي معطيات معينة طبعا. هلأ العفوية قد ما هي حلوة بس بدخلك بالحياة. مرقت أو قطعت بكتير أشياء بحياتي صعبة على المستوى الإعلامي. دخلت بديبريشن صراحة. شو صار؟ يعني كان في هيك أخطاء يمكن على الهواء ولسه لليوم بنغلط يعني الشخص اللي ما بيغلط ما بيتعلم. بس يمكن كانت هيك كبيرة بوقتها وخاصة أنا إنه أنا شخصية controversial نوعاً ما يعني شخصية أنت يا بتحبيني كتير يا ما بتطيقيني